فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فهم أشركوا الأصنام في أموالهم لأن حبها قد تأصل فيهم. ويجعلون الزرع على قسمين، قسم لله وقسم للصنم، فإذا جاء السيل أو الريح وحملت شيئا من قسم الله إلى قسم الصنم قالوا والصنم ضعيف، فيردون ما جاء إلى حق الله إلى مكانه من نصيب الصنم. وإذا كان العكس وأن الريح أو السيل حمل شيئا مما لله وجعله على قسم الصنم قالوا إن الله غني عن هذا فتركوه. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فلا يصل إلى شركائه، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. هذا تفسير الآية والله أعلم. وقيل المعنى أن الله بريء من الشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله غني عن ذلك. فما كان لله فهو يصل إلى شركائه، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله لأن الله بريء منه. فالآية فيها تفسيران: